اهلا بحضراتكم مره تانية. استاذ جمال، رايك ايه في البروتوكول اللي يمكن النادي الاهلي دايما سباق بخطوات، اعتقد يعني خطوات جيده جدا على الدور المجتمعي من خلال بروتوكول مع الجامعه الامريكيه، شفت هذا البروتوكول ازاي؟ انا شايف ان هو تتويج لفكره هي موجوده اصلا في النادي الاهلي. النادي الاهلي مش مجرد نادي رياضي والعاب بدنيه وتدريبات وبطولات. النادي الاهلي مؤسسه مصريه وطنيه يهمها جدا خدمه المجتمع، سواء من خلال خدمه اعضائه وفتح افاق يعني جديده، بدليل اللي اعلن عنه الكابتن محمود الخطيب والمهندس محمد سراج الدين في اثناء توقيع البروتوكول مع الجامعه الامريكيه، من انه هيبقى في شهاده في الاداره الرياضيه والتسويق الرياضي، هتبقى بتحمل اسم النادي الاهلي. فده دور اعتقد ان هو دور مهم جدا جدا، وتاكيد على ما يقوم به النادي الاهلي على مدار السنين. وده اعتقد ان هو سر برضو من اسرار تميز الاهلي عن غيره من الانديه وتفوقه في حتى في المجالات الاجتماعيه والثقافيه، مش بس الرياضه يعني. صحيح، وده كمان بيأكد قد ايه ان مجلس اداره كابتن محمود الخطيب كمان حريص على تنفيذ كل البنود القائمه الانتخابيه والبرنامج الانتخابي اللي هو برنامج عائله الاهلي بالظبط، اللي احنا برضو كل فتره او كل مرحله بنشوف تحقيق لبنود هذا البرنامج اللي هو برنامج الانتخابي، مش مجرد برضو ان هو برنامج انتخابي. صحيح. يعني هو تنفيذ لفكر مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب وسياده الوزير العامري فاروق وجميع طبعا اعضاء المجلس، من خلال ان هم بيشتغلوا زي ما قلنا في ملفات بتتوزع بشكل دقيق، كل حد بيبقى عنده ملف بيشتغل عليه، مفيش اللي هو العمل الفردي ما بنلاحظهاش في مجلس اداره النادي الاهلي. وده برضو بيخلي على طول انه انت ضامن انه كل واحد مسؤول عن ملف، فبيجد متابعه من مجلس الاداره، متابعه دوريه لمتابعه تنفيذ هذا الملف يعني.